سعد ماذا قرقرتم؟ ماذا قرقرتم؟ يلا يا عم يلا بينا يلا 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 بينا دي الشموسة طلع طلع وبتنده علينا يلا يا حمادة يلا 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 يا حمادة يلا 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 النور العصفور بيدور يا زمان يا بنور العصفور بيدور واحنا كمان بندور ويغني يا لمونة دواخينا لما انتش لابس نظارة لا تضعوا بجميل ومؤدب وكل من غير معمل غارة واجري أسرع من الطيارة شاي انه انا عم بترك الحالة بدون ما اطلع فيها لا يمين ولا يسار عم تعمل هيك وش تسوي هنا؟ والله كنت مرت عليها كل الان كتاب التفسير الله شوي الله يسعدك يا رب الجو جميل ترى صارت لما تكون 10 درجات بدنها تبدا الحرب الله يحفظك كيفينك يقول عطوني انا افصل لا خمسة لا شوف مو هذا اول مبلغ صراحه اخذته كان 1500 ريال كنت اخذ السيديات الكرتونيه وقصص الانبياء كان عمري 12 سنه خلصتها في شهر كنت اشتري بنص ريال وبيع 3 ريال و5 ريال يعني شيء زي كذا 1500 أول مبلغ أنت أخذته في عمرك كان عمرك وكم كان المبلغ؟ أول مبلغ أنا حصلت دقيقة بس أول مبلغ حصلته كان عمري ممكن سنوات أيوة وااا كفو الولد كانت في مسابقة دقيقة علي شوي سكنت كانت في مسابقة لحفظ قرانتي لحظة خلاص ما عادش بنحكم الرجال كان عمره 9 سنوات وكان دافور وحفظ القران وعطوه جاي ايش كان القران؟ اه بعد جزء عام كم كان المبلغ؟ مبلغ كان ما عادش نفكر مبلغ بسيط جدا لكن بالنسبة لي انا كان كم كان؟ بالدولار مثلا تبي يمكن أيوة. 40 دولار 40 دولار يعني تقريبا يعني حوالي 100 ريال 150 لا كان 100 جنيه لي يعني ممكن 70 دولار تعال لحظة تعرف اخر مرة واحد عمل لي هيك شو صار فيه؟ صار فيه اتصور تعال وسيم وسيم السلام عليكم وين ايوب؟ وعليكم السلام هذه العصا مو بتاعت النابوش؟ هذه النابوش عصا الحراسة سبحان الله قبل شوي انا مسكتها بس كذا طلع النابوش قال فز قلبي حسيت انه في واحد مسك العصا فقلت له بمسكها لك امانة الى انت سبحان الله الكلب اخذ الكرة وعم يطاوش عليها فقعها طبعا اكلها هسه صار في ما شفته قلت اوه حسيت الله يعظ هذا حق حارس المجره عشان اي حرامي يحاول يدخل المجره طبعا كلب حراسه نحن لا نقتني الكلاب الا للحراسه او الصيد ليش تبغى العصايه في الرياضه؟ العصا اول اتوقع عليها أهش بها على غنمي ثالثا لي فيها مآرب أخرى ورابعا يستخدمها المدربون في شرح بعض الحركات الرياضية وخامسا
سأذهب إلى الكلب الذي قطع الكور. شوفوا شوفوا خالد شوفوا. هاي طيب اتفاضل عبد الرحمن طلع البرة روح شاطي هاي راح نحقها خذوها انت شفت لما يمدوا العصا ايش سووا؟ لا فك الكرة خلاص تعال لا 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 جيب له طابة طابة برا يلا سكر 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 هات عندي سكر سكر على السريع يلا فوق جوا فوق جاري سوري برا يا شباب هاي الطابة رقم 10 اللي بطقة الطابة طابة رقم 10 راجعتي مبلغ اخذته في حياتك 16 ريال 16 ريال كنت ابيع جح يا عم يشحد لا جح الجح هذا اللي هو البطيخي بطيخه 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 وهذا بزر لا بدون لب بدون لب بزر عندنا بزر يعني ولد صغير بزر بزورة هم البزورة يا أبويا هذا 16 ريال كان يروح تنتاج سعود خالد صندوق صندوق دبسن عارف الصندوق الصندوق نبيعه للجع لأقل البطيخ يروح هو يخلص أغراضه من البقالة ومن المسجد وكذا وأنا أجلس عند وبلش تبيع جح وبعت تبيع بيه ثلاث جحايات معنا مسألة شجنكم أي حاجة عبد الله الغيدي جاء عبد الله الغيدي جاء هذا هو شوف يدخل الملعب يتمشى يوريهم فلوس الحمراء ايوه سلام سلام فلوس اي راسك ويوريهم فلوس الحمراء بس انا بردان طبعا انا سمعت انكم صورتونا احنا نايمين لا تشهد راح نتفاهم شنكو اليوم جو جدا بارد 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 النجم جاء اين هو؟ ها؟ اين هو؟ عشان انك صغير ها؟ تقول اين هو؟ جاء جاء سلم خلاص ما تنطش قوي يعني خلينا ننطط يمحط خذ بالي بعد ما نحط تقول خذ بالي بس يا عمر شنكو خطا ثاني خلاص خلاص الشباب ياخذون هذه ويلعبون وهي موجوده في البتاع سهله جدا هذا بالبطيء السريع ترقبوا غدا وصلوا قلبي لسيد المحبين الله حيث ما طه وسلوة عيوني حيث ما طه وسلوة عيوني والرضا يشرح صدور المصلين والرضا يشرح صدور المحبين دان ودانا ودانا لدانا دان ودانا ودانا في دمع الام اسمي انت قلت مرتين
عيد من أول. بك في ناس تأتي الناس يا علام وين الأحساب يا علام يا علام يا علام إذا رضنا قعدت تريبي حتيجي تريد ترجمة يا عالم عليكم. ما شاء الله عليك السلام يا ابو سيونة حتى بالليل ما شفناك اليوم والله انا موجود اليوم من الصبح يعني شغال والحمد لله والمجره هذه ما حد يغيب اصلا عنها ولا حد يطلع منها المجره هي المجره حارس كيف يغيب عن المجره ما ادري يا ابو سيونة المجره المجره هذا الاسبوع هذا السبت ما له علاقه الا الاسبوع الاخير ما تقلق ما تقلق ما تقلق عمرك سمير مديجه خليك يا راجل في ماي راجل في ماي في ماي كيف طويلة شرحها ولا لعبها يعني مش خفيف قصرها قصرها شوي بس بقى دم على اسود طيب انا بقى بس انا حاسس ورقة كم شغلانة واحد صاحبي من لبنان بقول لك انت مش عارف مع مين عم تحكي وانا انت مش عارف حالك بتحكي مع مين عندكم بالمصري انت مش عارف بتكلم مين ايه هو كان بيضربه واحد مخبر من المخابرات فاجا صاحبي ضخم ثمانين من هنا فقام كده قال له انت مش عارف حالك مين ضربت دلتكم دلت دلت جد شكلك ما عرفت دلتكم دلتنا زي ما دلتنا دلت دلتكم هو بعده عم بعيد نفس الجملة ايوه يا ابني فوت عليه يلا بعدين الجمل ادوي طابك احترق طابك احترق وخر انا ما اقدر ولع نار فلسطيني وضع صعب نار تشم جلابية الثوب قميص ما عليك لا ما اخاف انا قوي ان شاء الله لا يا حبيبي انت بعيد كذا انت بعيد لا تكبر بدر بدر خلينا مسرحية لا جرب يطلع اقوى بدل لا تصير على فوق خليك على العرض عرض ولا طول خلاص خل ولا حي الله هشام اسمك هيثم والله بسوي لك اختيال ترى العين هو ما قدام جوز كان جنب حطه جوز من الحي انا امدح فيك تيجي تختلف علي هذا بيطيح هذا بيطيح سافر ولا يا بيطيح سافر ولا يا اصبر يا هشام هو قاعد يهز سبحان الله والله اذا قلت اقول هشام يوقف في النص ثاني هش وعيد هيثم بس خلاص شوف هذا شوف بوحده كده بس خلاص 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 غمضت عين وكذا هون ولع انت هذا نعملها كنا عملناها سكتش هيدا بالله تعطيني ماسك الله يخليك كنا نمثلها بس البلد يجي يمسك نمرة صباط قول له احمد يا اخوي انت برنامج هون برنامج هذا هو يتأكد انه نمرة صباط يلا سعيد
قمنا والله صحيح شوية عيال والله مرة والله انت تكون سعيد لا بس بتشوف عبد الله على القرعة يا اخي اهو على الركضة خلاص خلاص استنى استنى هاني لا تحشر النقليلة يلا شباب رد شنقليلة 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 يا محلى جمعتنا الليلة شنقليلة شنقليلة محلى جمعتنا الليلة اللهم أحلى الزمان اللهم أحلى المكان اللهم أحلى الزمان اللهم أحلى المكان اجتمعوا أحلى وضع العلقة طبعا شنقليلة شنقليلة يا معنا جمحتنا الليلة شنقليلة يا محلى جمعتنا الليلة ما بقابلكم الله تصبح تصبح قلبي يرتاح يا رب تحفظهم إلا شنقليلة شنقليلة يا محلى جمعتنا الليلة شنقليلة شنقليلة يا محلى جمعتنا الليلة يا محلى جمعتنا الليلة أبو حذيفة الكينج شنقليلة شنقليلة
يا محلى جمعتنا الليلة. أهلا وسهلا شرفتوا أهلا ابن وجانكم. أهلا وسهلا شرفتوا يا حبايبنا وأنستوا نورتونا ونورتونا. لما بقابلكم برتاح وحياتي تصبح برتاح والهم بقلبي ينزاح. يا رب احفظهم لنا. شنق ليلة شنق ليلة يا محلى جمعتنا الليلة. شنق ليلة شنق ليلة يا محلى جمعتنا الليلة. اسرع اسرع يا محلى جمعتنا الليلة. شنق ليلة شنق ليلة يا محلى جمعتنا الليلة. شنق ليلة شنق ليلة يا محلى جمعتنا الليلة. هذه الحلوة. بس تخيل قبل ما نبدا يا ابو عمر خلونا نتخيل مع ابراهيم تفضل. تخيلوا معي كل واحد طلع سحابه ساحبه يعني كذا. لا طلعوا المايكات حقتكم يا شباب. ايوه عشان انا كنت هناك انا ماخذ دور الواثق هناك. انتبه من راتب ترى تغير عقب ما سافر. يا شباب ما تهضروا خلي المايكات. انا على طول جيت بطاريه يا عيني حبه حبه نقل. هذا هذا بس برافو هذه برافو كيف الوجه الحقيقي. طيب نرجع للموضوع بعد الفاصل هذا. تخيل انا نتخيل ثاني مره التخيل وارجع. طيب عندنا كم لعبه كذا كم فقره سهله جدا بس انا ابغاكم تتفاعلون معي اكثر واكثر. اللي بردان شوي مين بردان؟ ما بردان الا الضعيف. ما بردان الا الضعيف. ايوه راح ارلك طفي الجمر يا ولد جيب سكريم. انا اعرف كل واحد منكم كل واحد منكم ما شاء الله له موهبه معينه يا نشيد يا تمثيل يا تقديم الى اخر. لكن احنا نبغى نعرف بس من خلال الان بيدور الصوت بيننا كل واحد يعطينا معلومه عنه احنا ما نعرفها. عمل يستطيع يقدمه مهاره يستطيع يقدمها مهنه ممكن يعملها مهاره معينه مثلا يعني اعطيكم مثال ممكن يقول يا اخي انا في الفلك انسى انا احب الفلك واعشقه ولي تجارب مثلا وهكذا. يعني اشطح شوي كذا اطلع خلي ممكن واحد يقول انا سمكري انا الى اخره انتوا بس اهم نقطه طبعا ما اخفاكم انها تكون فعلا واقعيه مو بامنيه مش طموح شيء واقع ما يعطينا من هالرخيص يعني زين. الامر الثاني انه برضو يعطينا لمحه بسيطه عنها لا يطيل الموضوع يعني متى بدات وايش تجربتها اللي سواها فيها مثلا او كذا. طيب ونبدا بالترتيب ولا عشوائي؟ طيب لا طبعا انا بعطيكم يعني لابد ما في احد الا وعنده اشياء ما نعرفها. اللي نعرفه بس هذا اللي يقول انا عندي والله النشيد لكن احيانا يقول يا اخي انا راتب. تفضل ايش عندك باختصار؟ عليكم السلام. الله. من ضمن هواياتي يعني هيك تسلق الجبال والانزال الجبلي. ما شاء الله. بدات هذه الهوايه عمري كان 19 سنه دربت مع احد المدربين وهي رياضه سبحان الله يعني جميلة جدا انك بتروح على مناطق ما وصلها بشر ممكن احيانا احيانا فيها خطر مغامرة تختلي مع نفسك تسهر ليلة كاملة احيانا بتكون بتطلع قبل النهار بتعمل مخيم. انصح الجميع يعني يجربوا هيك تجربة لانها بتقوي القلب ايضا. في الانسان يعني بيكسر حواجز الخوف اذا خاف من المرتفعات. طيب فيها صبر. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. انت يعني لك تجارب في بيروت مثلا سويت هناك ولا برا بيروت؟ انا في منطقه في كيب تاون كان شارك يعني كنت بهذا الموضوع بجنوب افريقيا. ما شاء الله. وفي لبنان معظم يعني اهم الجبال اللي هي معروفه للتسلق شارك يعني كنت موجود فيها كمان شاركت انا مدرب بهذا المجال ايضا. انا نفس الشيء ودي اتسلق بس عندي ظروف يعني ولا ظروف العمل يعني احيانا. طيب نشوف برضه تف عليك حامض ها. واحد اخر
يلا يا شباب مو معقول تسكتون. حسن اللي جاهز ما ابغى احرج احد. حسن طيب انا عندي مهاره غير التمثيل وغير هذا احب اطبخ. يا سلام طبخ. ايش الطبخه اللي تحس فيها انك ماهر فيها؟ مقلقل. مقلقل والاكله جنوبيه عند اهل الجيزان مرسى. تحب يشاركك احد في الطبخ ولا تحب لحالك؟ انا عادتي حتى في البيت انا اطبخ ما اغسل نكبه يعني. يعني اخش اقلب المطبخ وافصخ المواعين وتمشي يعني. وبس هذه عاده فيها. طيب نشوف جارك رجاء يا شباب عشان نستفيد ويصير الصوت واضح. ايش هو المقلقل عشان اوصل؟ ايوه مقلقل. ايش هي؟ اوصال لحم صغيره كده تحمر على الصاج. احد بيت مقلقل بطريقه معينه. يا عبدو اسمع طريق المقلقل. طيب طيب هشام احس ان ابويا من عنده موهبه طبخ يا اخي شيء تنظيف. انا الشوي احب اشوي. تحب تشوي؟ احب اشوي. طب ما جربت حالك معنا بشويه معينه؟ يلا انا لو كمان في حاجه والله قدام سوق سياره. طيب ايوه الشوي برد. تشوي شيء معين مثلا؟ مدفون. اوه شغل هاي ذا. ايه طيب مستوى عمر نسمع عمر يا شباب. لكن ما هو المدفون؟ مدفون نوع من الاكل. نوع من الاكله بس مدفونه لحمه مدفونه. فاكر خش عمر قصه دفناه سوا من هواياتي انا. ما هو ده يلا عمر. من هواياتي احب اني اذوق يعني اللي يطبخ او يشوى او يزين او هذا احب اني احب اكل يعني. هذه الجميع يشارك فيها. لا في ناس يخاف من البائعه البائعه المتجولين. انت عادي؟ انا لا. اذا مره لقيت واحد يبيع محار ايوه ريحته مي بزين ما ادري ايش ياكلونه اخذت منه وذقته يعني ما شاء الله طعمه ما ادري تقل بليله قديم بس انا احب من الهوايات البحرية. طيب ابو عطونا عطونا ابو دانا يسمونه ملك المضغوط يا شيخ ما شاء الله الله اكبر. اعطونا يا شباب تكفون اشياء. ابو عمر انا بعطيكم تجربه. انا احب اعطيكم تجربه يسيره يعني احياء جربتها مع الاسره والاسره من يعني من اكبر وشيجه في الدنيا الا عائلتك واقربائك. فطلعت اشياء انت تناظر اللي يعني قريبك حتى اختك ولا اخوك يعني تقول غريب يعني. هل تتصور طبعا عندنا مثلا كان حتى كبار السن مشاركين في الجلسه جلسه عائليه ما شاء الله خياطه ماهره جدا قاصه مؤلفه يعني اشياء كثيره احنا ما نعرفها لان احيانا مع العزله وبعد الغرف وكل واحد في مكان صار كل واحد يخلو بموهبته ومهارته. وين مؤلف هذه؟ فاعطونا اللي عندكم نبي اشياء كذا مدفونه زي مدفونه عمر. ايوه الوابري. ها انا لما اشوف اكله كذا اسال عن المكونات عشان اطبخ لاني اطبخ مدفونه على قولتهم. الشباب سرقوا ما بقى شيء حصل. تحب الطبخ ولا طبخ؟ ايوه ايوه اطبخ. طيب. المدفونه هذه برضو ما شاء الله. قبل اجي هنا برضو اي واحد بيتعرض لموضوع الطبخ لابد يجرب لنا ترى الشغل جاهز والجمر والامور كلها جاهزه بحول الله. طلع اسمع محمد لبنان وش يقولون؟ انا من هوايتي ومن كثير بقرا عن الموضوع هو فن القياده والتخطيط الاستراتيجي. يا سلام. وكمان تحليل الشخصيات. انا كل شيء خاصه بالشخصيات وخاصه بال حلو مسميهم نحن بيرسونال سكيلز هذول يعني مهارات شخصيه. فانا كثير جميل. فعندي تطلع استشيرك في اشياء معينه ان شاء الله اذا انا سالك. فكم دورات ليدر شيب؟ طبعا الحمد لله. حلو. ها محمد حقيقه في مهاره يعني لعب فنون قتال يعني اشياء بسيطه شلون طلع لنا تسلق جبال وبرضه اللعب على النشاكو هذه العصايتين وبينهم. اي نعم نريد عرض نريد عرض. هذه موجوده صح؟ كيف موجوده؟ موجوده معاك طبيعه. موجوده هنا. هي تلعب بالصيف ولا البرد ولا ما لها علاقه؟ اي ما احنا ممكن يلحط اصبعك تروح في خرايط تمشي. لا تمشي ما عندك مشكله. في برضه موهبه وعلى صوابع كلها ابهام. موهبه يعني اخرى حقيقه اهتمت بالخط العربي يعني خصوصا طبعا الثلث والرقعه والديواني والامور ولكن اكثر شيء في النسخ. يا سلام ما شاء الله هذه حلوه هذه جوانب حلوه. ايوب
ايوب عبد الله عشان يروح والدي العزيز والدتي العزيزه تفضل ايوب يهتم بتقريبه ذات النبض تعالي مركز زين الرياض بالنسبه للمواهب والهوايات هي عديده منها الباراشوت بالباراموتور يعني باراشوت كرنطاج ما بالباراشوت عطوه فرصه المنطاد المنطاد يعني المنطاد لا الصعود من الارض من الارض الى فوق يعني تصعد ولا تنزل ولا كيف؟ أنا تصعد وتنزل. أيضا الكاتشينج سباق السيارات الصغيرة. اللي هي الألعاب ملاهي ولا إيش؟ لا 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 سباق سيارات حقيقية. الألعاب ملاهي حتى إبراهيم يعرفها. إيه والله إبراهيم لو تحطه في الملاهي ضيع. والهواية اللي عزيز عليه بزاف هي رماية بالنبل. اي ما يبني قوس قوس احنا ندعو ان شاء الله تعالى الشباب مو مقصرين الشباب في الانتاج يعطونا شغلات زي كذا عشان نمارسها العصر احنا العاب بسيطه في الاصابات دبل تلقى امشي زي كذا طالع من الجهه الثانيه عاد انت عبد الله ما شاء الله هدف واضح انت ما شاء الله والله ايوه ايوب بقي شيء ولا خلاص ما زال العديد من الاشياء ولكن اترك الفرصه لا لا كمل يا عيال والله احسن انت احسن خاتمه ها انا نبغى نشوف ناصر معلش برجع لك انا عندي العديد من المواهب اهمها اهم شيء هو احب نحب التقاط صور للطبيعه الفرديه يا سلام مع التقاط صور سواء كانت في المدينه او وسط المدينه او خارج في الطبيعه مثلا من خلال تجولي في الصحراء الجزائريه عندي بعض صور التقطها في بعض صور حطها وضعها على صفحه الفيسبوك وفي صور موجوده بمعنى على الجهاز بما هذه طبيعه خاصه كصور خاصه من حيوانات من حشرات صغيره من الزهور قوس قزح في السماء العديد من اللقطات من التقطها بارك الله قوس الرحمن انت يعني كاميرتك دائما لا تفرق في السفر ها تحرص عليها الكاميرا تحرص تاخذها في السفر؟ لا معي الان معي كاميرا صغيره موجوده بال ما عنديش كاميرا محترفه لكن من خلال كانت عندي كاميرا تاع صديق اشتغل بها لكن عندي كاميرا صغيره من تكون باذن الله ان شاء الله القناه توفر ان شاء الله كاميرات احترافيه ان شاء الله توفر لك كاميرا احترافيه باذن الله وتدفع قيمتها ان شاء الله ان شاء الله ركز يا ابراهيم ركز رحيم انا عندي هوايتين مش البرنامج هذه فخره من البرنامج كله عندي هوايتين اساسيات الهوايه الاولى تتعلق مثل ما يعني شيء قريب لاخونا محمد هي تتعلق بالفنون القتاليه حيث اني بجيد اربع رياضات الرياضه الاساسيه هي جودو الرياضه الثانيه هي جوجوتسو اي بلعب جودو بلعب جوجوتسو وايكيدو وبلعب نسوني الشباب نسمع شباب طيب سوشي لا سوشي سمكتي اكله تمام بلعب بالاضافه الى هذا الامر انا مهتم بقراءه التواصل الفكري كيف العقل كمخلوق الهي يتواصل مع عقول ثانيه بشيء خارج عن نطاق الادراك كيف ان العقل الواعي بكل بساطه يستطيع ان يتصل مع عقل ثاني بدون شيء من التخاطر بدون ان يكون اي مؤثر ثاني ما شاء الله وش التواصل الحين دقيقه لحظه يا شيخ وش التواصل اللي بيني وبين محمد عمر دقيقه انا التواصل بينك وبين محمد عمر الحب والاخاء والوفاء لا دي طيب اسمع عبد الله الغيبي وبعدك اسامه عبد الله يا شباب مواهب عبد الله الاخرى شباب اكل الهمبرجر شباب رجاء والله شوف انا استحي اقول صراحه يعني هوايتي ومواهبي مع هذا التسلق التصوير عادي يا اخوان بس انا موهبتي باختصار اني مثلا كنت توني جاي البيت عشان كذا هذا سوى اللي خلاني ما اتزوج الحين ايوه اني ادخل البيت يدقوا علي طالعين ارجع اطلع مين اللي دق عليك؟ مين اللي دق عليك يعني؟ اي احد يدق علي يقول لي مشينا بحر انا بحر خلاص انا دق مشينا بر يلا بر وين رايح يا ولدي امي شوي دق عليك رايح يعني داج عشان كذا ما حد راضي يعني ممكن هذه العكس هذه حلوه لانه انا مرات يدقوا علي وينك تطلع تنقط توت يقولوا لي وينك اقول والله يا اخي طلعت الاردن ايش وداك الاردن قلت يا اخي مشوار احنا تعدينا البحر فهذه هوايتي صراحه فاي واحد يبغى يسافر يا جماعه يدق علي اتفقنا اسمع طيب شكرا عبد الله اسمع اسامه لا يا حبيبي مقفول مكفول شكلك ناسي ملامح غرفتك اجل لا لا ما انساها بس انا مشكلتي يعني اعيد السالفه من جديد يلا انا مشكلتي اسامه يمكن ثلاث امور بارزات
اول شيء انا مفتون في الطواقي، عندي مشكله يعني امس امس اسطنبول خلصت الطواقي اللي في اسطنبول كلها. تلبس طواقي؟ بحب اه. يسلموا يا حبيبي. اي نوع من الطاقيه يعني؟ لا هو هذا النوع بحبه اكثر شيء. الطواقي الكاب بشكل عام، الطواقي يعني بس اشوف محل اشوف طواقي بخلص بروح لحالي هيك وبشتري. جمعه الطواقي، جمعه الطواقي. والله موهبه جيده جمع الطواقي. ها جمع الطواقي ممتاز. والشغله الثانيه انا بحب فن الروايات، بما انه هو فن التفاصيل. جمع الروائي يعني. قراءة الروايات يعني يعجبني فيها انه التفاصيل اللي توردها الروايات يعني بتحدث لك بتفاصيل التفاصيل، فلغويا انت بتنشط ذهنك يعني. هاي من الامور. وامر اخر انا اجيد فن التقليد، يعني عندي قدرة اني اقلد الناس والاصوات. يا سلام. طيب لحظة لحظة. ايش السادة؟ خلوا علي يا شباب، خلوا علي. اسامة لو اطلب منك الان تقلد لي مثلا. وش الثالثه؟ وش قال؟ اقول اقلد يعني جمع التقالية. نبغاك تقلد لنا قلد حوايش. قلد هاني. هاني مثلا. لا عشان حافظ. وين شفشنكو؟ طيب موجود. شفشنكو انا ابغى هاني. الوعد باب المجره. هاني الوعد باب المجرة. نسمع يا شباب. نسمع يا شباب. أنا بس عشان إصابتي. يا الله. شكرا. هيك أنت هيك قصفتني ما قدمتني. هاني مقبل. أتحداك. طب اعمل اي اشي بس عشان اتذكر. كيف اعمل؟ جالس معك 10 ايام اعمل اي اشي. خذ ابراهيم. بروح اعمل الحين كستنا. انا اي عندي مواهب يعني مثلا زرم برم. هاي الاتراك اخذوها مني. اخذوهم. ايوه اخذوهم مني. زرم برم. جزاك الله خير. انصحك تنسى الموهبه الثالثه. خليها على موهبتين احسن. جمع الطوابع طواقي و عشان قلدتك يعني. جمع هو اللي طلب. الشيء الغريب اننا بنعرف الان ناصر الحجري وش عنده يعني شيء اخر، خاصه ان انا طموحي اني اكتشف شخصيتك يا ناصر. لا على موضوع اسامه، انا تراني يوميا وشاهد سعد اذا موجود. سعد فريق. سعد للامانه ان يوميا ساعتين هذا ضحك انا وحسن في الغرفة. على الضحك. على ايش ضحك؟ بس ضحكنا بشكل غير طبيعي يعني. عنده شخصية اسامة. طيب هي تيجي في اخر الليل يعني معكم. لا تكون شخصية سكني ولا شيء. لا انا على الهواء لا اراديا بتحول لكيوت وهيك. بس الوضع الطبيعي يعني. لا شخصيتي مرحة وكذا يعني. طيب يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، ما قصرتوا، الفقرة كانت حلوة. سمعنا بعض كان في بعض الشباب ما شاركوا، ان شاء الله في فرصه اخرى لو بعد شوي. في احد عنده مشاركه ولا نطلع الفقره الثانيه؟ الشيخ ناصر. الله قبل فقره بس تعليق في قضيه المواهب. مره واحد كاتب في سيرته الذاتيه انه من بين الهوايات اللي عنده انه يحب المطالعه ويقرا، فلما شافها اللي قدم عليه قال له طيب ليش ما كتبت كذلك انك تاكل وتشرب؟ قال له ليش؟ قال له يعني من المفروض القراءة والمطالعة هي مثل أكلك وشربك، هذه ليست هواية، هذه الأصل في حياة المسلم أنه يقرأ ويقرأ ويقرأ. إبراهيم كيف حالك؟ لكن ما سمعت واحد من الشباب قال أنا عندي نهم القراءة. اي للأسف. صح. من هو؟ ما سمعت. أنا أقول ما سمعت أحد. والله هذه هي إذا اعتبرت أنها هواية ورغبة فأنا في القضية هذه مفتون أمام الكتاب، يعني مستحيل أدخل مكتبة ولا اشتري، يعني اشتري كتب. هذه بطاطا مشوية. بطاطا. طيب فقلت لك يعني اذا اعتبر بهذه، انا قلت لك انا ضد انه تعتبر المطالعة هواية لانها هي اصل. صحيح. اذا اعتبرت اسمع شباب مسألة الكتاب شيء عظيم. انا اذكر واحد من الشباب والله يا شباب انه كنا نطلع حتى احيانا نلعب كورة كتابة معه، يعني هو يعني يلعب احيانا بس لا جالس يقرأ في السيارة، يقرأ في الكل كتابة. مستحيل يعني مستحيل تشوف الرجل ما معه كتاب من حب القراءة. طيب نرجع الآن، عندي لعبة بس تكفون موضوع البرودة والجو والطقس البارد والنوم والهدوء ده ما يمشي. نبغى إيش؟ شعر. لا شعر. لا بردان للضحية. محمد أبغى يا شباب يا شباب عشان جيب سلاش. يا إبراهيم بالله نقطة نظامي.
ايوه اعطيني ايش هذا؟ طيب انا ابغى يا شباب الان اربعه يشاركون زين. لحظه اعطيك شروط المشاركه يعني. اربعه يجيدون اللهجه المصريه. انا بجيدها يعني اربعه برا لا لا قال يجيدون علي علي لا انا عايز امسك يد امسك يد يا حسن خلاص اربعه خلاص خلاص كذا بس بطاطس هذه جد ايوه ماسكين يد بعض حسن شباب نسمع شباب رجاء ترى اللي وراء بإمكانكم لو تجون عند الشباب هنا بس لين أحسن ما أعطيكم ظهورنا عشان نرجع شوي نرجع شوي بس ارجع شوي طيب شباب إذا أنا تكلمت وانت تكلمت وهذا تكلم وهذا تكلم فمن يستمع صح لابد يعني خلوكم متقابلين أنا أبغى مايل شوي أيوه بس كده بس انتم فريق وانتم فريق اللعبه سهله جدا ايوه انت الحكم يا احمد بحكم التخصص يعني اللعبه سهله جدا فريق الوابري شباب كلنا الوابري والمغربي والشقير وحسن عثمان اللعبه سهله جدا هنا يطرح سؤال على المجموعه هذه والاجابه تكون على المجموعة هذه باللهجة المصرية. السؤال كالتالي: أنتم تسألون سؤال سهل جدا اللي هو إيش؟ الدجاجة تبيض كم؟ زين؟ هم يقولون واحد. أنتم تستغربون تقولون إيه؟ زين باللهجة المصرية. هم يقولون أمال إيه؟ أمال كم؟ ها؟ يعني يسألون مجرد سؤال آخر. أنتم تقولون اثنين. هم يستغربون يقولون إيه؟ أمال كم؟ زين أنتم تقولون أمال كم؟ هم يقولون ثلاثة. أنتم تستغربون تقولون إيه؟ زي كذا صعبة ولا سهلة؟ صعبة طبعا هي باللهجة المصرية إيقاع سريع باللهجة المصرية وإيقاع سريع وفيه شرط مهم جدا شرط أن يكون هناك حركة بمعنى مع الإهي هذه لابد نزلة فليور إهي عشان نخش جو معه ليش نبدأ من هنا الشباب البقية نعم دجاجة بالمصري فرخة لا لا الدقاقة وهي تمشي الدقاقة وكام بكام طيب الدقاقة بتبيض كام الدقاقة بتبيض كام نسخة 2015 إن شاء الله تعالى إذا أصدرتوها تطلعون التعديلات هذه يلا المغربي بالعزيز امسكوا يد بعض الدقاقة بتبيض ابدأ السؤال يلا حبيبي عبد العزيز هنا عندنا هنا هنا اخ مالك يا ابني اول سؤال شنو اول سؤال حسن شقير خلوكم معي هنا بتقولون ايش الدقاقة بتبيض كام انتم تقولوا واحد واحد ايوه واحد 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 ايوه انتم تقولون امال كام هم يقولون اثنين ايوه امال كام ايوه ثلاثه حلو بنعيد من اول شباب اللي دايم مع بعض ما تفك يد صاحبك زين وشدوا حيلكم معي الدقاقه بتبيض كام نبدا من هنا واحد اثنين ابدا الدقاقه بتبيض كام واحد إيه أمال كام اثنين إيه أمال كام ثلاثة إيه أمال كام أربعة إيه أمال كام خمسة إيه أمال كام ستة إيه أمال كام سبعة إيه أمال كام شكرا لكم شكرا تعالوا هنا عندي بس عشان نبدأ الآن مسابقة أي خطأ أي تعتعة أي تأخر أي خطأ بالكلام ايوه تاخر ايضا يحسب او بيصير نقطه زين وباللهجه المصريه انا معي واحد مصري في الدار فمش يلا حسن كذا عشان ايش الفراغ بينكم عشان ما ثمانيه طلع مصلع مبين مره بيروح يرجع شوي بس 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 ايوه حلو يلا يا شباب البدايه من هنا البدايه انتم تسالون في البدايه زين واحد نستمتع نسمع ونستمتع شباب اثنين ثلاثه هي دقاقة بتبيض كام؟ واحد إيه أمال كام؟ اثنين إيه أمال كام؟ ثلاثة إيه أمال كام؟ أربعة لحظة لحظة إبراهيم من عليه خطأ؟ لا 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 مطيين مرة والله شوف يلا 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 الدقاقة بتبيض كام؟ واحد إيه اثنين أمال كام؟ واحد كذا هي كذا كذا لا ايوه لخبط عشان السرعه اسرع واسرع يا شباب ترى ابراهيم بيحكم وابراهيم ترى شديد في التحكيم والله شديد
ارتاح ارتاح يلا انت قاعد بتكفيسك يلا يلا نبدا من عند الشقير يلا من عندنا عندكم يلا عندنا 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 هناك تعال تعال عندنا انت كذا بتكام لحظة نبدأ من عند المغرب يقول يلا يلا من اليمين من هناك يلا من اليمين قاعد ثلاثة الدقاقة بتبيت لا لحظة راح مين بالدقاقة عندنا الحين بلش مع عندنا الدقاقة الدقاقة ايوه كيف الدقاقة بتبيت حد مصر يقول الدقاقة حد مصر يقول الدقاقة لا 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 يا شباب حنغيرهم حنغيرهم اخر محاولة لهم حنغيرهم كلهم بطيئين جدا الدقاقة بتبيت كام بسرعة كذا واحد اثنين ثلاثة اثنين ومكان اثنين ومكان أربعة اثنين ومكان خمسة ومكان ستة اثنين ومكان سبعة اثنين من اللي أخطأ الوابري ربنا على الوابري على جهه خلاص واحد صفر واحد صفر واحد صفر اللي يوصل ثلاثة هو صراحة هذا لا مية مية يلا. سريعين نبدأ عكس الآن نبدأ من هنا نبدأ من هنا يلا أبدأ سرعة أنت كم بتبيت كم واحد اثنين من خمسة اثنين والله تزعل تغلط أنا بتربي قال لي خلاص شدوا حيلكم مغربي باقي الان في فرصه في فرصه انا حق كاراتيه عاد جودي شو اسوي والله دوره هذا والله حزني هون على فين واحد اثنين انت تبدا نبدا هذه الفاصل لهم او انكم تتعادل 2 0 يلا واحد اثنين ثلاثة هي الدقيقة بتتكلم واحد مكان ايوه كده على هذه اللعبه شباب. اللي بعده من اليمن اليمن على اليمن اللي بعده من يتكلم اللهجه اليمنيه تعال 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 الان في المكتب حقنا في اليمن ابراهيم والله قام على طول ابدا معاك لا 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 والله هو يا شباب يا شباب دقيقة صلى على الحبيب صلى على الحبيب أنا قدحت على أبو عمر هشتري أغراض وارجع حلو 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 شباب والله ما أعرف أنا معك أنا معايا معايا يلا يلا وقف وقف من اليمن يجي ارجع شيء ارجع ارجع شيء يلا عليهم انا قلت ارجع يلا الدقيقه يلا دقيقه دقيقه يلا هيا ابدا واحد اثنين ثلاثة الدقيقه بعطيك كم لحظه يمني يمني انت برافو انت برافو يلا خلاص الدقيقه بتجي كم هي ما واحده لا مو هي واحده خذوا يا شباب اصوات الشباب اصواتنا اصواتنا ما تسمع ابدا عبد الله المفروض هشام ما يشارك ايوه تعال يلا والله الان زبطت مره يعني شباب برافو يا شباب صلى الحبيب كلام جود وكلام كلام كليم الاخ حد من اليمن يقول لنا الكلام اي لا 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 هي الدقائق بكام عربي ايوه بكام ايوه الدقائق بكام ايش الرد طب ايش الرد اول شيء الدقائق بس بكام واحد واحد نعمل كده ولا لا اقل كم ولا اقل كم اقل كم اقل كم واللي يختلف بعد كده شو واحد اثنين هي بالمصري باليمني ايه اها ايوه اها 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 اوه اوه يلا والله يلا يا بني منورين ما شاء الله يلا واحد اثنين ثلاثة عندنا؟ لا لا عندنا عند جدتي يلا ابدا طلع الراتب كان برا وجا داخل يجنبنا مو دايج الموضوع كنت اشيلكم بطاطا الله انك مسرع بس الدقائق بتبيت كم يلا واحد اثنين ثلاثة هي الدقائق بتبيت كم واحد دقيقة هذا مصري مقيم في اليمن
لحظه اجل كم اجل كم ايوه اجل كم اجل كم اجل كم اجل كم, أجل كم؟, أجل كم؟ يلا واحد من الدقائق يلا واحد اثنين هذا الدقائق من كم واحد 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 صفر يلا واحد اثنين ثلاثه يلا انتوا انت ابدا يلا ابدا الدقائق من كم واحد اه من كم اجل كم اجل كم ايش حراج اقسم بالله الناس ليش يلا يلا واحد اثنين ثلاثة اجل كم واحد اجل كم هم الكم اجل كم احنا انا وسامي برا قال لهم شوي موسع موسع احنا هو امال كم انتم اخر محاوله هذا اخر محاوله يا جماعه نسويها مش امال لا 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 سريع واحد اثنين ثلاثة اجل كم واحد امال كم اثنين لا هذه وين راحت يعطيك العافية فريق هذا فايز يعطيك العافية انا يا شعلتي ودينا الرياضة ايوه انا ما نقلت ايوه ذهب لي هل من مبارز باللغة الانجليزية طيب خلاص شكرا شكرا نواصل الان عندنا لعبة سهلة جدا الان تليفون المقطوع او طلب معين بس انا ابغى معنا هشام راتب هشام معك نبغى الان اثنين يشاركون في بعض الفقرات الحلوة كذا هي عبارة عن مشاهد طبعا اللي ما شارك اللي ما شاركوا افضل المقدم اللي ما شارك نبغى تعال يا من اللي ما شارك تعال يا غيفي غيفي عبد الله غيفي عبد الله ويوسف تعالوا خلوكم هنا عندي خلوكم عندي هنا تعالوا هنا عبد الله ويوسف نسمع شباب نسمع شباب اسمعوا القصة هذه التي قد تكون مؤلمة زين أشك أشك ركزوا معي جيدا عبد الله الغيثي ولي أمر ولي أمر ابنه الطالب ضربه المدرس الأستاذ يوسف زين وداخل عبد الله الغيثي المدرسة الصباح مبكرا بيتفاهم مع المدرس زين بيتفاهم كيف يعني يضرب الولد في عصر السرعة مثلا زين ليش كذا يوسف طبعا أستاذ قد يكون عنيد شوي وقد يكون أحيانا عنده أنظمة معينة وزين لكن مش واضح الموضوع عنده بالتحديد إلى آخره الشاهد ممكن تجيب واحد على قدي عشان أقدر أخذ معه بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله تسلم تسلم جزاك الله خير يعاونونا ما شاء الله هاوي بدون الهل ترى الربع ما يدانو خلاص انا عبد الله ذي انا عبد الله لا لا عندك عندك طيب يا شباب ما كملت لكم التنبيه مهم جدا تنبيه مهم جدا الله تنبيه وش يا شباب ان عبد الله الغيثي يعاني من عدم النطق زين وكذلك المدرس كيف بتوصل الفكرة طبعا احنا مع احترامنا لاخواننا الجميع يعني انا ابغى اشوف الان كيف التفاهم بيكون بين الشخصيتين الولي الامر وايضا المدرس بس خلوا المدرس الحين يجرع على فنجان قهوة بالاشارة بالحركة بتفهم بالشغل الى اخره طيب الان واحد بيبدأ المشهد اثنين طق الباب وادخل على غرفة المدرسين ولا على كذا وعندك يوسف على الصباح بدري قاعد قهوة الحين ثلاثة خش ابدأ شباب صمت الرجاء يلا نظام الديك لو تسحب السلك حقه